طيب كابتن، التمرين يعني طبيعة التمرين في رمضان أكيد يعني دي قصة تانية. إيه بقى؟ لا دي قصة تانية. دخلت في حتة تانية كده. لا بص، أصل الجيم ده موضوع. الجيم ده موضوع، أنت ممكن بتكون مهيأ نفسيا وجسديا إن أنت للجيم، لكن أنت التمرين ده يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني أنا لما يعني لما خلاص بطلت، ممكن أكون أنا بقيت أنا الوحش الكاسر اللي هو كنا بنشوفه في المدربين. دايما المدرب كان بيحب يمرن قبل الفطار غير الجرعه اللي بعد الفطار. تمام. فانت مفيش ميه، تمرينه جامده، تجري فول باور، تعمل كل التمرين اللي تتخيله في الدنيا، تمرينه غير طبيعيه، خلاص قبل الفطار. فده تعذيب بقى، دي مرحله العذاب القهريه. وبعدين انت ما تقدرش تتكلم، ما تقدرش تفتح بقك، اصل يا كوتش انا تعبان، ما كلنا تعبانين. طبعا كوتش انا صايم، ما كلنا صايمين، كلنا صايمين. يعني يعني انت ممكن في الايام العاديه ممكن تجيب مبرر، كوتش انا تعبان، انا تعبان النهارده، انا ضغط، انا عندي هبوط. اوكي ما فيش مشكله خالص، لكن في لكن رمضان، في رمضان كل يعني جهز باللعيبه كلكم زي بعض، بالامن، بالدنيا، بكل حاجه، صايم. طب قول ان انا صايم، مش عامل حاجه جديده. ما في يعني 30 واحد في الملعب صايم، ايه الجديد اللي انت بتقوله باشا؟ اتمرن، ما في واحد زميلك زيك بالظبط بيجري سبرنت، اجري يا حبيبي سبرنت زيه. فلا هي طبعا، بعدين قصه التمرين قبل الفطار دي قصه تانية خالص، يعني ده هلاك لوحده. قصه بقى اللي بعد الفطار، انت طبعا بتفطر في البيت، فطفوصه في حته كده اتسرقت من على السفره فاكلتها زي الفل، شربت شفشق خشاف وانت نازل، فبتبقى نازل يعني شايل الحمد لله يعني حد جبل. وعندك تمرين بعدها، اتحرك ازاي انا في التمرين؟ عندك تمرين بعدها بساعه، يعني خلاص بعد الفطار بقى في يعني تخمه اصلا، تمرين في مين؟ تخمه، فانت عايز تنام يعني. يعني فتخيلي بقى انت رايحه للكوتش وانت يعني في تخمه، لا مفيش، انت محدش قال لك كل يا حبيبي، ابقى اتعلم كل. يعني هو رمضان للتدريب، هو يعني لو قلنا تشبهناه بجواتنامو الرياضيين، لا هو التدريب فيه اكنك في جواتنامو. وبعدين بتحرم بقى من يعني لما يكون بقى هو طبعا الكوتشات كلها طبعا يعني ليهم معزه خاصه يعني، بس هو اليوم الوحيد اللي ممكن يسمح لك فيه الدنيا تبقى فري، يعني كانت بتبقى ليله 27. لا لا لا، هو اول يوم ده انت وحظك، ده عادي، ده يوم من لا 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 انت وكمان احنا وحظك، ليله القدر يعني. ليله القدر. غير كده انت بتحرم بقى من غالبا من التراويح، فبنصليها يا جماعه في اوضه اللبس، يا اما بعد ما تخلص انت مش قادر تقف فبتصليها على الكرسي، يعني عندك 20 سنه و مشقه مشقه قبل الفطار وبعد الفطار، تراويح على الكرسي وحكايات. في الحقيقه ممتعه جدا مع كابتن الحسيني سمير، ولكن بعد الفاصل.